السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي، أرحب بكم في هذا الفيديو الجديد والذي نتكلم فيه عن سهم شركة إسمنت المنطقة الشرقية. إسمنت الشرقية رقم السهم 3080 في منصة التداول الرسمية، يتبع قطاع المواد الأساسية. السعر الحالي في جلسة التداول التي المفتوحة حاليا يوم 26 ديسمبر 2021 43 ريال و60 هللة. الآن بالنسبة لأعلى سعر في 2021 كان بتاريخ 6/4/2021 58 ريال، وأقل سعر في 29/12/2020، يعني خلال هذه السنة طبعا، يعني احنا بنحكي أقل سعر في 29/12/2020 يعني قبل بداية 2021 بيومين كان 40 ريال. الآن السعر طبعا قريب من منطقة القاع، يعني قريب جدا لمنطقة القاع أو أقل سعر خلال السنة الماضية. آخر توزيع للأرباح، إعلان توزيع الأرباح في شهر أغسطس آب في هذا العام 2021 بلغ ريال و40 هللة عن كل سهم. الآن بالنسبة للأرباح المعلنة عن كل سهم في سنة 2021 لأول 9 شهور طبعا ريال و85 هللة مقابل ريال و84 هللة لأول 9 شهور من العام 2020. هذا يعني أنه يعني إحنا بنحكي عن 9 شهور مربح لكل سهم صافي طبعا ريال و85 هللة، يعني ببساطة أنه بالنسبة ل 12 شهر يعني بتكون الأرباح حوالي 2 ريال و30 هللة، أرباح تقديرية بالنسبة ل 2021 لكل سهم في من أسهم شركة اسمنت المنطقة الشرقية. طبعا السعر الحالي كما ذكرنا 43 ريال، والأرباح هذه 32، يعني تعني أنه أرباح بنسبة 5% من قيمة سعر السهم في السوق وليست الإسمية. طبعا بالنسبة للقيمة الإسمية حوالي 23%، لكن إحنا بنهتم بنسبة الأرباح مقابل السعر الحالي للسهم. السعر الحالي للسهم 43 ريال تقريبا، والتوقعات التقديرية للأرباح لكل سهم في 2021 2 ريال و30 هللة، هذا يعني أنه حوالي 5%، وهذا يعني أنه من الأسهم الممتازة للاستثمار في السوق السعودي. بالنسبة لسهم شركة اسمنت المنطقة الشرقية من الأسهم العريقة في قطاع المواد الأساسية، ومن الشركات العريقة في المملكة العربية السعودية والراسخة والثابتة منذ فترة طويلة، وهو إضافة إلى ذلك بالنسبة لهذه الأرقام من أفضل الأسهم بالنسبة، لأن المردود المالي الربحي 5%، لما تحكي عن 5% فهذا يعني أنه من أفضل الأسهم بصراحة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية. نحن نتكلم هنا فقط عن الأسهم الاستثمارية الراسخة والثابتة في السوق السعودي. طبعا نتوقع في 2021-2022 إن شاء الله أن يستمر العطاء ومزيد من الأرباح لهذا السهم. السعر العادل يعني قريب من 50 ريال، 50 إلى 55 ريال سعودي لهذا السهم. بصراحة أتمنى له مزيد من التوفيق ولكل حملة هذا السهم. هذه ليست توصية بشراء هذا السهم، لكن هذا واقع الحال بالنسبة للأرباح التقديرية والأرباح المعلنة ووضع الشركة في السوق. طبعا 2022 تتوقع المزيد من الارتفاع والأرباح في الارتفاع في المبيعات والأرباح لهذا السهم بمشيئة الله. طبعا هذا بما لو تمت الاستمرار في حصار جائحة كورونا. الآن يعني هذه ليست توصية أو تنفير من هذا السهم أو غيره، لكن هذا واقع الحال بالنسبة لوضع الشركة ووضع السهم في السوق السعودية ووضع المبيعات والأرقام المعلنة عن الأرباح والأرقام التقديرية. بالنسبة لمن يحب أن ينتسب لهذه القناة يحصل على تحليل لسهم معين أو مجموعة من الأسهم التي يختارها بشكل معمق ودقيق جدا في سوق الأسهم السعودية أو في أي بورصة خليجية أو في الأسواق الأسهم العالمية الأمريكية أو غيرها. هذا بالنسبة للمنتسبين. نتمنى التوفيق أحبتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.